رجعت لنا بعد الفاصل عشان نشوف حالات كباتن معانا اختاروها النهارده. 10 حالات الكباتن اختاروها عشان نشوف نلخص مباراة الاهلي ونادي الشمس. طبعا بنستغل اكيد وجود كابتن مصر كابتن منى عبد الكريم معانا النهارده عشان ترافقني النهارده في التحليل. ان شاء الله هنوريكم الماتش كله في 10 حالات. نخش الاول حاله وهي حاله بلوكات النادي الاهلي. كان المساعده من السنتر بلوك مع مركز 2 مع فريد العسقلاني كانت بتساعد دايما الناحيه اليمين والناحيه الشمال في النادي الاهلي مركز 2 ومركز 4. نروح لاول حاله معانا النهارده. زي ما احنا شايفين شروق فؤاد على الارسال وهنتفرج على فريد العسقلاني وكابتن منى هتشرحها لنا. الكوره سريع وفريده العسقلاني ويعني مركزه جدا وعارفه انها هتطلع في التوقيت المناسب. وهنا برضو ضمت كويس جدا على ايه الشامي في مركز 2. فريده العسقلاني ليها دور كبير جدا في الملعب لا يخفى على احد. بتضم كويس جدا ناحيه 2 وناحيه 4 وكانت مركزه جدا النهارده ازاي تقفل. ساعات اللاعب في مركز 3 ما بيلحقش يوصل لو قعد يفكر كتير، لكنها كانت بتستوعب على طول ايه اللي بيحصل الناحيه الثانيه وبتعرف انها تاخد خطواتها بالصوره الصحيحه وبتضم وبتقفل كويس. طب عايزين نقف بس عند فريد العسقلاني وهي بتلم مع ايه الشامي. هنا اهو مظبوط كده، هي قفلت تمام والنقطه صحيحه للنادي الاهلي تمام بسبب قفل الاثنين جنب بعض. صحيح. بسبب ان هي فريد العسقلاني بتلم من سنتر بلوك بتروح لايه الشامي مركز 2 بيقفلوا مع بعض. صحيح. تمام، نروح لتاني حاله لو سمحتوا. ضرب من مركز 4 من نادي الشمس وبرده فريده العسقلاني، هي نفس الكوره انا فريده العسقلاني وايه الشامي. تمام، هنروح للحاله الثانيه لو سمحت. دي بقى طبعا كانت غلط كبير جدا من نادي الشمس، لانه تقريبا يعني كانت يعني حطت البصيره حطت الضارب في الموقف الصعب، يعني ودته في اتجاه اقوى بلوكين على الشبكه عندنا اللي هو ايه الشامي وفريده العسقلاني، وبالتالي قدرت انها برضو تضم من مسافه متوسطه مش على الاطراف وتاخد النقطه. بس كابتن منى شفنا ارسال ساره امين ضغط بالارسال، يعني ارسال قوي جدا من ساره امين، ما قدرتش نادي الشمس تطلع الكوره في المكان المظبوط. هتقولي ارسال ساره امين لو سمحتوا. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه يا كابتن خالد في البدايه، الضغط بالارسال وهيبقى مهم جدا. وكابتن حمدي الصافي اتكلم على الضغط بالارسال في المباراه القادمه كمان امام خطوط الانابيب الكيني ودي نقطه بقى يعني مش هينفع هزار فيها خالص. ما فيهاش هزار، لان انا لو اديت لهم ارسال سهل هيعملوا اللي هم عايزينه على الشبكه وفي فرق طبعا في الاطوال وفي اللياقه البدنيه. تمام، خلينا نروح للحلقه الثالثه معانا النهارده في المباراه وهي برضو ارسال من كاترين، كانت ما شاء الله عليها في ارسالاتها. صحيح. ضغط ارسال مش طبيعي يا كابتن منى. هنا ضرب خلفي خارج الملعب لكن الملعب واقف صح في الدفاع. نرجع لوقفه الاهلي لو سمحتوا عشان كابتن منى تشرحها لو سمحت، بالذات وهي علياء هاني بتشوط الكوره. بالظبط. طبعا بيبقى يعني مدروس كويس جدا اهو وقف في الملعب. الوقفه بص كلهم متجهين يا كابتن خالد ناحيه مركز 1 اللي هي الزاويه اللي ضربت فيها علياء هاني الكوره. كلهم تحت ده بيبين برضو ان هم واخدين الاتجاه الصح. لو شفت ثبتوا الوقفه يا جماعه، ثبت الوقفه لو سمحتوا يا جماعه، سنه بس ماشي سنه بسيطه بعد ايوه واقفين تحت كلهم واخدين زاويه الضرب لضرب الشمس او ضربه الشمس علياء هاني. ونص الملعب مفتوح صحيح لكن كلهم على الاطراف وكلهم تحت مستعدين. كابتن منى اعتقد ان ان الملعب مفتوح علشان علياء هاني بتضرب من ورا من بره على 3 متر بالزبط. ففتحين نص الملعب بالزبط. لكن اعتقد ان الخط نفسه هنا مقفول من عند الحكم اللي هي الخط من هنا. لا الخط تماما مقفول، هي واضح جدا انها خلاص خدت قرار انها هتضرب في الزاويه. نكمل يعني وقفه الديفنس صح جدا. حيل دي وقفه ديفنس صح جدا. نروح للحاله بعد الكوره دي، اتفضل. الاستقبال هي اهم حاجه في النادي الاهلي، يعني اهم سوري الاستقبال دي اهم حاجه في الكره الطايره. هنروح لحالات الاستقبال اللي كانت خاطئه من النادي الاهلي، يعني بعض الحالات مش كلها. نروح لاول حاله. هنا تمام. استقبال برضو من نادي الشمس وعاليه ضرب في الزاويه الحاده. اه هنا بقى يعني برضو كانت يعني يمكن
ايوه البلوك فتح، البلوك فتح الزاويه. لو ايوه نفتح البلوك فتح الزاويه، نفتح الكادر شويه وضرب في الزاويه الحاده في النادي الاهلي، وكانت صعبه جدا على نقف هنا نقف. فعلا هم فاتحين الزاويه تماما، اعتقد كانت لازم اية تلم شويه يا كابتن منى. بالظبط على اية، صحيح مظبوط. اية المفروض تطلع قدام شويه، تطلع تيجي من هنا تطلع قدام شويه تقريبا، يعني هتحط الخط بين رجليها. لو كانت خطوه قدام كانت قدرت، خطوه بس كانت قدرت انها تطلعها، لانه وهي بتطلعها فعلا هي خطوه خدتها، لكن اهي ما وصلت للكوره بس الخطوه الثانيه كانت طلعت كوره. تمام، نروح للي بعديها للحاله الثانيه لو سمحت. دخلنا شروق والضرب سريع حلو قوي، الفنت او الخداع والكره القصيره، وفريده طالعه ضربها كويس جدا. ده استقبال من النادي الاهلي. الكره لما بتبقى مظبوطه والباستير كمان متحرك كويس، شروق ومدياها الكره اللي هي بتحبها، مش قصيره قوي ومش عاليه قوي ومستريحه. بالراحه عليا يا جماعه، ما تجروش معايا يعني بالراحه، بس عايز ارجع للحاله اللي فاتت لو سمحت. معلش، استقبال نروح لها، استقبال كويس جدا اعتقد دي مريم مصطفى اللي استقبال بتاع. كويس وفريد. لا دي كاترين اللي استقبلت. مين استقبلت؟ كاترين، عفوا كاترين استقبلت كويس. كاترين استقبلت وشروق اتحركت ودت الكره سريعه، وكانت فريده واخده القرار وطالعه ومتعزمه جامد وخلصت الكوره. ودي تمام. من الكرات الحلوه اللي بتلعبها فريده. طب دي هي دي مهاره فريده العسقلاني، هي تاخد الكره على الضرب السريع. نعم تمام، نروح للحاله اللي بعديها. ميار خليفه بتلعب ارسال. ميار خليفه لعبت بدل مريم متولي اللي طلبت انها تتغير على فكره، لانها حاسه من الصبح بالام في المعده، فبنتمنى لها الشفاء ان شاء الله، لكن ميار كانت على قد المسؤوليه برضه. تمام. بليسنج، لكن الشمس مغطي. دعاء الغباشي عملت حاله النهارده في الضرب الخلفي يا كابتن منى. صحيح. من مركز سته. صحيح، واحده يعني لعيبه بيعتمد عليها نادي الشمس من الكروت الرابحه دايما. بس برضو زي ما قلنا ان هم الاهلي واقفين صح في الدفاع، لو رجعنا برضو هنلاقي ايه الشامي قايمه بدور كبير جدا في الدفاع زي ما قامت في الهجوم. دي رفعت لدعاء الغباشي وبتخلص الكوره. المنطقه الخلفيه وخلصت خلاص. تمام. نرجع بس لوقفة النادي الاهلي في الكرة اللي فاتت دي يا جماعه لو سمحتوا، نقف عندها في التخليص على نادي الشمس وهي بتخلص. نقف نقف، ايه الشامي هنا زي ما حضرتك قلتي بتلم تحت الاثنين بلوك اللي هي فريده العسقلاني اعتقد معاها كاترين المحترفه، مظبوط كده؟ مظبوط. شايفه ان شروق واقفه مظبوط، شايفه ان كل لعيبه النادي الاهلي نهله سامح واقفه مظبوط، الوقفه كلها مظبوطه يا كابتن مونا. تمام تمام، هنروح لاخر حاله معانا النهارده. خد بالك كابتن خالد، هم برضو عشان الكوره مسقطه او بليسنج، فكلهم خدوا خطوات لقدام عشان اللي هيقدر يطلعها هيطلعها، يعني هيطلع الكوره. تمام، نروح لاخر حاله معانا النهارده. اتفضل منى. في لقطه هنا في القصه دي، ضرب من مركز اثنين عند نادي الشمس من ايه خالد، والكوره في نص الملعب، لكن برضو صحيين جدا لمنطقه نص الملعب. ايه الشامي برضو نفس الكلام، هنا دعاء الغباشي، دي الكره اللي اتكلمنا عليها من شويه. انه برضو ايه بتتحرك كويس رغم انه الكره جت في الانتنة، لكن هي حست انه دعاء الغباشي وقفت ايديها وان الكره هتبقى بليسنج يعني. تمام، بكده تكون دي اخر حاله معانا النهارده كابتن منى، يعني تعبينك معانا وتعبين كل نجومنا في التحليل النهارده. خلينا نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه في اخر فقره في الاستوديو التحليل ان شاء الله.